السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم غنقدم لكم فقاس مميز باللوز والشوكولات. وقبل ما تشاهدوا الفيديو، اضغطوا على الزر الأحمر أبوني ودعمونا، وعلى جيم يوصلكم كل الوصفات الجديدة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، كنحتاجوا ربعة ديال الدقيق، 80 غرام اللوز والقرقاح، 100 غرام ديال السنيدة، 80 غرام ديال الشوكولات، فانيا، نص معلقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية، جوج بيضات، الحليب جوج معالق كبار، ولكن هذا الحليب استثنائي حسب الدقيق. إذا لقينا الدقيق أنه كيتشرب بزاف غادي نزيدوهم، ما كاينش ما هو هذاك جا عادي الخالص كنخليو كما هو. نبداو على بركة الله. كناخذ جوج بيضات، بسم الله، طلبنا البيضه الثانيه، عفوا الثانيه، كنطلبوهم مزيان، كنصبو سنيده، حنا كنصبو وكنحركو مزيان، كنديرو فانيا، كنصبو الدقيق، بسم الله، كنصبو هاد نص باكية الخميرة صغيرة. العجينه ديالنا ها هي، محتاجاش الحليب، غنصبو اللوز والقرقاح على هذا الشكل، كنصبو هاد الشكلاط مقطع على هاد قطع صغيره بهذا الشكل، بعد ما مزجنا العجينه جات على هذا الشكل، غادي نديروها في هذا الطبق فيها الورق ومدهونه بالزبده والدقيق، وغندهنوا يدينا بشويه الزيت، كنحاولوا نجمع هاد العجينه، نسرحوها مزيان بشويه بعدا، هي جات على هذا الشكل، نحطوها بلاطه هي، وندخلوها للفران طيب تقريبا نص طيبه، 15 دقيقه على فرن ساخن 170 درجه، بسم الله. بعد ما خرجنا الفقاس ديالنا من الفران هي على هذا الشكل، الان غادي نحاولوا نقطعوه، الان غادي نبداو نقطعو، غنديرو واحد ونص في العرض، سخونه، انا كنقطعو حتى سخونه باش كنستحمو فيه، كنديرو تقريبا واحد ونص، بعد ما صفناهم في الطاوة هما كي كتشوفوا، غادي نرجعهم للفران مرة ثانية،
اتبو 30 دقيقة 180 درجة الحرارة. الشكل النهائي ديال الفقط ديالنا جا على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم، الى عجبكم ديروا جيم ونخلطوا في القناة ديالي، وما تنسوناش من تعليقاتكم اللي كيحفزونا باش نديروا الوصفات الاخرين. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.